المنتخب الالماني فشل فشل ذريع. هيدي تاني مره على التوالي، لتاني سنه على التوالي المنتخب الالماني عم يفشل انه يروح على الدور ال16. فقدت المانيا بكل الاحوال رهبتها وهيبتها، راحت الهيبه الالمانيه، راحت هيبه الماكينات الالمانيه. شفنا ايطاليا برات برات المونديال مرتين ورا بعض، المانيا يمكن تعملها كمان ما نشوفها. افضل 10 دقائق لعبتهم المانيا كانت امام اسبانيا باخر 10 دقائق بالتحديد. رضيت انه الاسبان تقصدوا يخسروا، برايي منا ابدا منا وارد، يعني ما نكون فايتين لتتصوروا مع ميسي، فايتين لتلعبوا ضد ميسي. كسروا لعنه البطل يلي بيخرج من الدور الاول، انكسرت كليا. شايف فرنسا وبرازيل بالنهائي، برايي البرتغال اوروغواي هيدا اكثر مباراه شفت فيها فوتبول، ما حدا يستهون ابدا بالمنتخب المغربي. فمعقول كثير نشوف المنتخب المغربي عم يعمل فجأة بهالمباراه. الحصان الاسود بالبطوله هو المنتخب الاسباني، اجمل نسخه، منتخب راكب، عندهم دكه بطلاء واسعه، عندهم تشكيل كثير كبير، ومنتخب ثابت فنيا. مونديال المفاجآت، فيك تختصر هيدي مونديال المفاجآت. خساره كبيره تعرض لها المنتخب الالماني امبارح مع خروجه من دور المجموعات. شو رايك انتوني بالماتش اللي شفناه امبارح؟ كانوا يعني بموازات بعضهم، اسبانيا ضد اليابان والمانيا ضد كوستاريكا. هلا خساره المنتخب خلينا نقول يفوز بتعمل خساره للمنتخب الالماني. بطبيعه الحال فيفا حاطه مباراتين بنفس الوقت مع بعض لتجنب موضوع اساسي اللي هو تلاعب النتائج. هلا المنتخب الالماني قدم مباراه ممتازه امبارح، تقدم بفتره طويله من اللقاء، عدل المنتخب الكوستاريكي، انتهت اللقاء بفوز المنتخب الالماني بنتيجه 4-2 على حساب كوستاريكا. هالمباراه مثل ما كل العالم تعرف كان بنفس الوقت في مباراه عم تجمع بين المنتخب الاسباني والمنتخب الياباني. فوز المنتخب الاسباني اللي انتهى فيها الشوط الاول 1-0 لاسبانيا، وانتهى الشوط الاول 1-0 لمصلحة المنتخب الالماني على حساب كوستاريكا. مع نهايه الشوط الاول بين المباراتين كان المنتخب الالماني حط اجر بالراوند 2 يعني بالدور ال16 من كاس العالم. هلا الاعتراض الكبير والاساسي هو الهدف الثاني اللي سجلته اليابان بمرمى اسبانيا. هلا كتار عم بيقولوا، تقارير عم تخرج اكثر واكثر لتقول انه كمان الهدف هو ما لازم يكون محتسب، راحوا على الفار شافوه بالفار بين انه هدف طبيعي. هلا في كتير عم بيقولوا انه طالع 2 سم برات اللاين الاوت او مش طالع 2 سم برات اللاين الاوت. قدم المنتخب الالماني باعتراض عند الفيفا، ولكن انا برايي خلاص ما راح يتغير شيء من الموضوع، المانيا صارت خارج كاس العالم. هلا الخساره يعني انا برايي بعدك تروح ابعد من انه خساره المانيا وخروجها من الدور الاول. هيدي تاني مره على التوالي، لتاني سنه على التوالي المنتخب الالماني عم يفشل انه يروح على الدور ال16. نحن عم نحكي منتخب ربحان 4 مرات كاس عالم، يعني هيدا على الاكيد يا راح يكون في اقاله للمدرب، يا اما راح يكون في موضوع شائك على صعيد اتحاد الالماني لكره القدم، وبلش تخرج الصرخه على صعيد الاتحاد الالماني لكره القدم. وشفنا منتخب خلينا نقول بحال الضياع، يعني المنتخب الالماني ما عارف شو بده، كان عم بيعاني من انطلاق خلينا نقول كاس العالم. قدرت اليابان تسرق سرقه مباراتها امام المانيا، وهذا امر كمان لازم ناكد عليه، ولكن هذا الفوز الياباني برايي هو اللي كب المانيا برا. يعني ولا مره كانت المانيا بتحسب حسابات انه اذا نربح هون بنخسر هون، عم بحكيك حدا متابع للمنتخب الالماني. فلتاني مره المانيا تصير برات كاس العالم، يعني في عندهم مشاكل كرويه عم تحكي انت، فيك تقول قد تفقد المانيا او فقدت المانيا بكل الاحوال رهبتها وهيبتها، راحت الهيبة الألمانية، راحت هيبة الماكينات الألمانية، إلا إذا عندهم شيء يرجع يبرزوه بدنا نشوفه هيدا مع خلينا نقول المونديال القادم 2026، إذا قدروا يتأهلوا 2026، ما حدا بيعرف. شفنا إيطاليا برات المونديال مرتين ورا بعض، ألمانيا يمكن تعملها كمان ما نشوفها، لأنه شفنا بنقطة أساسية أنا هيدا بركز عليها هلا، مباراة إسبانيا ألمانيا. هدف التعادل، أفضل 10 دقائق لعبتهم المانيا كانت امام اسبانيا باخر 10 دقائق بالتحديد، لما اجرت تبديلات ساني نزل على ارض الملعب اجري هون المدرب هانس فليك، ساني شفني على ارض ملعب فولكرك كان نزل على ارض الملعب يلي هو المهاجم الصريح اللي كان بيفتقده المنتخب الالماني من انطلاق النسخه 22، قدروا يعملوا فرق، سجل فولكرك هدف التعادل، ساني كان رايح ليسجل هدف التقدم اضاع فرصه ذهبيه. كمان هناك في كثير حديث عن بنالتي كانت مستحقه، انا برايي كانت مستحقه للمنتخب الالماني مع الهنس الواضحة اللي كانت، ولكن يعني ما بدي حط حق على حكام، ما بدي حط حق على حدا، المنتخب الألماني فشل فشل ذريع هيدا باختصار، وبرأيي ما كانوا بيستحقوا يروحوا لبدين. بارح كمان البعض كان بيحكي عن إذا بدك المنتخب الإسباني تقصد أنه يخلي المنتخب الياباني يربح عليه، وأنه بالشوط الثاني ما عاد لعب مثل ما لازم، يعني ما يعدل النتيجة أو يربح على المنتخب الياباني وبالتالي تفوز وتتأهل يتأهل المنتخب الألماني للدور 16. ليش مزبوط هيك حكي مثلا؟
ما بعرف قديش مزبوط هيك حكي. يعني انت اليوم لما يلعبوا مباراتين مع بعض انت لتجنب التلاعب بالنتائج، يعني انت خلص فوكس على ميله ناس ميله ثانيه، عندك مباراه مهمه جدا مع المنتخب الياباني. هلا انا اكيد في لك شيء انه المنتخب الاسباني كان رايح على الجيم ما في عليه بريشر، يعني ما في بريشر على المنتخب الاسباني، البريشر كانت على المنتخب الياباني وعلى المنتخب الالماني. رح ارجع عدلك اياها، لانه اذا اليابان تعادلت او خسرت اليابان بتصير برا بانتظار فوز المنتخب الالماني على كوستاريكا، هيدا اللي صار امبارح. فكان البريشر انا برايي على المنتخب الالماني وعلى المنتخب الياباني. اسبان خلص ضامنين تاهلهم، ضامنينه بيطلعوا اول بيطلعوا ثانيين مجموعه، ما فرقاني معهم، مهم انه تاهلوا. هلا المنتخب الاسباني رايح لواجه المغرب، بس هيدا فرضيه انه الاسبان تقصد ويخسروا برايي منا ابدا، منا وارد. يعني ما في منتخب يتقصد انه يخسر. هلا بركي للتجنب بالحسابات، بس انه بشك هذا الموضوع بكل احوال رح يلعبوا بالدور 16 ضد المغرب. هنا التقنيات اللي شفناها اليوم استخدموها، قالوا يعني في مثل كاميرات قلب الطابه وكل هالاخبار، قديش حرمت اذا بدك منتخبات من انه يحتسب لها اجوال، يعني اذا مثل ما بيقولوا لك. هلا هو انا مش برايي منعت او خلينا نقول ما خلت منتخبات تسجل اهداف. هلا هيدي هون النقطه الاساسيه على موضوع كريستيانو رونالدو، انه هل كريستيانو رونالدو هو اللي سجل هدف اوروغواي او ما سجل؟ كانوا عم بيروحوا بيشوفوها على بعرف شو بسموه بتحديد الطاقه يمكن، او قديش حراره الجسم اذا لمس الطابه او ما لمس الطابه، مع انه بعده هلا كريستيانو رونالدو قديش صار له خالص جيم بعده هلا عم بيشارع. بس هذا امر ايجابي، يعني امر جيد انه عم نشوف اليوم في تطور دائم على صعيد الفيفا، على صعيد المنافسات، وعم نحكي اهم بطوله عالميه. بس خليني اعطي هون كريدتس، انا بما انك فتحت لي على صعيد الادوات والمكانات، بدي اعطي كريدتس لقطر يلي فعلا نظمت انا برايي المتواضع اجمل نسخه بين كل نسخ كاس العالم. نحكي 21 نسخه سابقه، النسخه ال 22 ما بتشبه ولا واحده منهم. من حيث شو؟ تنظيم يعني؟ تنظيميا، تكاليف بناء الملاعب، كل شيء كان موجود من بشر لملاعب لمواصلات، اما كل التفاصيل كل العالم يعني قدرت تتحمل استيعاب، نسبه استيعاب رهيبه يعني من كافه انحاء العالم، العالم تطلع لهونيك. ونفس الوقت كانت هين علينا كلبنانيين، انا بعرف احنا عندنا مقصوم الشارع بين مؤيد للمنتخب الاسباني ومؤيدين للمنتخب البرازيلي، هن صاروا حاله كثير كبيره، يعني هن اكبر نسبه او اكبر قاعده جماهيريه موجوده بلبنان هي مشجعي المنتخب البرازيلي، وعندك المنتخب الالماني وكل ما الى هنالك. هينت على اللبنانيين انه يطلعوا لهونيك، وعم تحكي التقارير الصحفيه مارون اكثر من 270 مليار دولار تكلفت قطر على استضافه النسخه 22 من المونديال. فانت تخيل قديش رفعت التحدي، وقديش برايك رح تقدر الدول تعمل اللي عملته قطر؟ بشك هلا اذا بدك سمعنا انه ممكن مصر والسعوديه او اليونان، بس بال2030 مش النسخه 2026 رايحه على المكسيك وعلى امريكا. صح، بس بشك انه ممكن تنعطى بعد ما اللي شفناه بقطر وكل هالاخذ والرد، قصه حقوق الانسان وكل هيدي القصص يعني اللي صارت، ممكن ترجع تعطى مثلا لمصر او للسعوديه. انا بتمنى نرجع نشوفها باحدى الدول العربيه، لانه انا برايي الدول العربيه اكدت تفوقها تنظيميا، وبدي كمان حيه لانه بعرف كثير لبنانيه عم بيشاركوا بالتنظيم، بعرف كثير لبنانيه عم بيتطوعوا وعم بيشتغلوا هونيك، فانا بحييهم لانه دائما هيك اللبناني باكد وبفرج اجمل صوره عن لبنان، هذا الصوره الحلوه الراقيه الرياضيه الحضريه. يلي تابع الجوله الاولى بالمتوش اللي شفناه هون بنلاحظ انه كان في شيء مش طبيعي، يعني كان يعني بتقولوا انه هذا الفريق ربح 7-1 مثلا على او 7-0 لنقول منتخب اسبانيا ضد كوستاريكا، رجعنا شفنا كوستاريكا انه قدرت تفوت جولين مثلا بالمنتخب الالماني، يعني ما كان فينا نعطي اذا بدك راي صارم. كوستاريكا ربحت على اليابان ما تنسى 1-0. صح، يعني ما كان فينا نعطي اذا بدك راي صارم تجاه اي منتخب، يعني مثلا كمان فرنسا خسرت امام تونس. فيك تسمي هذا المونديال مونديال مفاجآت، يعني ما حدا توقع السعوديه مثلا خسرت ارجنتين بعدين ما شفنا السعوديه تاهلت حتى. ليك هون يعني في كذا موضوع شائك فاتوا ببعض، هذا مونديال مفاجآت انا كنت عم سميه مونديال العرب من بعد الاداء المميز اللي شفته من المنتخبات العربيه، وعلى الرغم من فوز تونس مثلا على فرنسا وهو امر مميز جدا، وعلى الرغم من فوز السعودي وفوز مستحق وتاريخي للمنتخب السعودي على الارجنتين بقياده ليونيل ميسي، انما منتخباتنا العربيه بمحل ما طلعت فوق الغيم. يعني اليوم انت عم تتفوق على منتخبات بس بدك ضلك اجريك على الارض، بدك تضلك عارف انت وين وهن وين لتقدر ضلك ماشي معهم. فمونديال المفاجآت انا برايي المفاجاه الكبيره اللي شفناها اكثر بهالمونديال بالتحديد هو المجموعه اللي كانت عم تضم المنتخب الالماني الاسباني كوستاريكا واليابان، لانه هيدا برايي يعني كلنا كنا متوقعين المنتخب الالماني بالنهايه انه مع خبرته الكبيره انه يروح للدور ال16، طلع برات الدور ال16. فمونديال المفاجآت فيك تختصر هيدا مونديال المفاجآت. قلت انه المنتخبات العربيه شافت حالة اذا بدك او علية نقزة فوق الغيوم، بعد بيشوف انه عطت كل امكانياتها من اول مباريات لهيك انه ما عادش عندها شيء جديد ترجع تقدمه بغير مباريات لهيك خسروا. لك انا بقول لك شيء انه ما فينا ما نحكي عن اداء مميز المنتخبات العربية، يعني منتخب المملكة العربية السعودية برايي هيدا اجمل مونديال لعبه،
هي بكل صراحة. المنتخب المغربي اللي هلا راح على الدور 16 ما فيك ما تحييه، لانه يعني كمان هو كمان بضم لاعبين مميزين مثل اشرف حكيمي، لاعبين بيلعبوا بالتشامبيونز ليج، لاعبين معروفين. والمنتخب التونسي اللي كمان المتجدد وكمان منتخب متميز كلهم، والمنتخب القطري اكيد كلهم عملوا اللي عليهم وزياده. يعني تطلع المنتخب السعودي شو عم تطلب منه اكثر من انه يربح على الارجنتين؟ ربح على الارجنتين. هلا كان كل طموحنا وكل تمنياتنا انه المنتخب السعودي يروح للدور 16، وفرجينا انه فيه يروح على الدور 16. كان قادر برايك؟ انا كنت براقب، يعني كل العالم كان عم تقول المكسيك راح تفوز على السعوديه وهذا امر منطقي. انا كنت عم بعول على المنتخب السعودي مع ايرفي رونار المدرب الفرنسي اللي عم بيقود المنتخب السعودي واللي عم يعمل شغل جبار. مارون بال على الميتان بين الجيم بين السعوديه والارجنتين بيحكي المدرب الفرنسي، يعني ايرفي رونار عم بيقول لنا لعيبته، هذا الفيديو انتشر على السوشيال ميديا، قال لهم ما نكون فايتين لتتصوروا مع ميسي، فايتين لتلعبوا ضد ميسي، وهيدا لحظة ما بتتكرر، ففوتوا فرجوا انتو ليش عم تلعبوا بكاس العالم، ليش اهلتوا على كاس العالم. هيدا العقلية وهيدا الذهنية ما فيك ما تحيي عليها المنتخبات العربية، لانه انا برأيي قدمت مستوى ممتاز واكدت على تقدم كبير على صعيد الكرة وعلى صعيد الرؤية. يعني اليوم المنتخب السعودي يلي تحضر لفترة كبيرة ما وصل بين ليل وضحاها على كاس العالم، في رؤية، في عمل، في ورشة عمل عملت مثل ما كل المنتخبات العربية اللي صاروا مطرح هن موجودين. المنتخب المغربي بما انه تأهل للدور 16 ممكن يروح بعد ابعد من هالقد؟ انا برايي كل ما تصير تعلي التوقعات كل ما تبلش تحط مسؤوليه وتقل على المنتخبات. فخلينا نمشي ستيب باي ستيب. انا برايي المنتخب المغربي عنده حظوظ التاهل لدور الربع النهائي، الا نشوف هلا من هنيك ومن بعدها ما بعرف. دور الربع النهائي بتفتح الاحتمالات وحسب الحسابات انت وين بتكون موجود. كمان ضمن الجوله الاولى لليوم مين كان افضل منتخب اذا بدك عم يلعب؟ انا برايي في ثلاث منتخبات فيك تعول عليهم. عندك اولا المنتخب البرازيلي فرض حاله بقوه. هلا كتار بيقولوا انه مباراته امام سويسرا ما فرجت المنتخب البرازيلي اللي شفناه باول مباراه، بس انا بقول شغله انه المنتخب البرازيلي كان عم بيلعب بغياب نجمه، عم بيلعب بغياب نيمار، قدر يفوز على سويسرا 1-0 وما حدا يستقل بسويسرا لانه كانت عم تقدم مباريات ممتازه. منتخب البرازيل انا برايي هو احد ابرز المرشحين للفوز بلقب 22 لكاس العالم. منتخب الفرنسي مع الحديث عن عوده كريم بنزيما من عدمه بلشت تقارير صحفيه تخرج وتقول انه معقول نرجع ينضم النجم الفرنسي كريم بنزيما يلي هو فاز بالبالون دور لتشكيله المنتخب الفرنسي. ولكن في حال صدقت التوقعات او ما صدقت، المنتخب الفرنسي عم بيقدم اجمل اداء، عم بيقدم اجمل كره، عم بيلعبوا وحده من اجمل كؤوس العالم. وفي شغله كسروا لعنه البطل يلي بيخرج من الدور الاول، انكسرت كليا مع المنتخب الفرنسي. وانا برايي ما بعرف يعني شايف فرنسا وبرازيل بالنهايه، هلا بتصيب بتخيب ما بعرف، شايف فرنسا وبرازيل بالنهايه. وعندك المنتخب البرتغالي بقياده كريستيانو رونالدو يلعب يعمل شغل جبار. هلا بده يزعلوا منا مشجعي ليونيل ميسي ومحبي ليونيل ميسي، بس قلع المنتخب الارجنتيني، بس منتخب الارجنتيني بعده عم بدور حول فلك ليونيل ميسي. لنشوف قديه قادر يثبت لي العكس او لا، بس انا شايف فرنسا برازيل بالنهايه. افضل مباراه لهلا افضل مباراه استمتعت فيها فنيا برايي البرتغال اوروغواي. هيدا اكثر مباراه شفت فيها فوتبول، هيدا اجمل مباراه شفت فيها فوتبول. عم تضرب مطابه، عم بيسجلوا اهداف، عم مسيطرين على معظم لحظات اللقاء المنتخب البرتغالي. وكريستيانو رونالدو حاله لن تتكرر. انا من محبي ليونيل ميسي مش كريستيانو رونالدو، بس ما فيك تنكر انه هالحاله. بس هيدا اجمل مباراه على اكيد، برتغال اوروغواي على اكيد على اكيد. وافضل لاعبين؟ افضل لاعبين انا برايي هلا بهيدا النسخه بالتحديد، سعيد جدا اني اشوف كيليان مبابي عم يقدر يقود المنتخب الفرنسي. انا سعيد جدا لمتابعه هاللاعب يلي اخذ فرصته بغياب كريم بنزيما، لانه كل دائما بتقول فرنسا خلاص كل العالم بتروح بنزيما. انا برايي مبابي اخذ فرصته وزياده وعم بفرجي انه قادر يقود الديوك. فانا شايفها برجع لك اياها مره جديده، فرنسا برازيل هلا بنصيب بنخيب، انتوا لكم الحق تشرعون عليها. بمباريات الدور 16 بعد فيل يعني اليوم اخر اذا بدك جوله من الدور الاول لنشوف ليكتمل اذا بدك كل السكادجول للمباريات. معروف يمكن انه البرازيل والبرتغال خلص ضمنوا تاهلون، بعد في عندنا منتخبين، مين برايك راح ينضم بوجهه؟ شو عندنا مباريات ذكرنا اليوم؟ انا ناسي كليا. خلينا نشوف سكادجول، في صربيا بعتقد، وفي كرواتيا. لا أوكي. كرواتيا تأهل. في بورتغال كوريا الجنوبية مباراة على الهامش، خلينا نقول بورتغال خلص صار جوا. في غانا أوروغواي مباراة حلوة هيدي، بس بتوقع فوز غانا منطقيا، فوز غانا. في عندك صربيا سويسرا،
صربيا انا برايي رايحه فيها لقدام، بس انه خلص انه عندك يعني المباراه صارت شبه محسومه، وعندك مباراه سهله نسبيا المفروض تكون للمنتخب البرازيلي على حساب الكاميرون. البرازيل رايحه لبعيد يعني، ما انه مشوار لدور 16 ولا دور ربع نهائي ولا دور نصف، رايحه لبعيد كتير، رايحه برايي للفوز بلقب كاس العالم 22. طيب اذا بدنا نحط السكادجول ونشوف مين ممكن يتاهل للدور اللي بعد الدور ال16 بين هولندا ويو اس اي، مين ممكن يربح؟ لا صراحه بلا شيء، المنتخب الامريكاني بدك تحييه على الاداء، لانه فرجوا عن تقدم كتير كبير على صعيد الكره. المنتخب الامريكاني قدم مباراه ممتازه ان كان قدام الانجليز المنتخب الانجليزي، او ان كان حتى يعني الفوز على المنتخب الايراني فوز مستحق وما حدا يستهون ابدا من المنتخب الايراني. المنتخب الامريكاني برايي رايح نسبيا بعيد. ليش منه ستار هذا المنتخب؟ يعني امريكا اليوم دوله كبيره، الام بي اي شغله كمان كبيره عندهم، ليش بالفوتبول مجي المنتخب اذا بدك الامريكاني منه بحسابات كثير من الناس؟ لك لانه التركيز امريكا بمحل ما اكثر شوي، يعني انت اليوم لما تقول امريكا اول شيء بتفكر فيه ان اف ال، بتفكر ان بي اي، بتروح ميله ثانيه. لا الفوتبول صراحه دي ار شاينينج، يعني انت اليوم انت عندك الامريكان فوتبول هو اشهر شيء بالعالم، الان اف ال بتطلع عندك الان بي اي كمان، بس انه ما بعرف انا دائما لما احكي امريكا بروح هيك راسي بيور ان بي اي او بروح ان اف ال اكثر شيء ان بي اي، بس انه صراحه امريكا هلا عم ترجع بتغير لك نظرتك مع المنتخب الموجود حاليا، مش رح يروح كثير لبعيد يعني، بس انه عم يعملوا شغل جبار حلو عم نشوفه. الارجنتين راح تواجه استراليا، برايك رح تقدر تفوز الارجنتين؟ طبيعي متوقع الفوز للارجنتين. فرنسا بولندا؟ اكيد فرنسا. انجلترا وسنغال؟ بتصور انجليز بيعملوا دور ربع نهائي نص نهائي. اليابان اللي اذا بدك عم فاجئ الكل هذا المونديال رح يكون ضد كرواتيا، مفروض يعني هيدي مباراه صعبه على فكره، هاي المباراه بتنحضر كرواتيا يابان، بس ما بتصور المنتخب الياباني رح يقدر يضل يلعب بس هيك بيلعب شوط ثاني، ما بتصور رح يضل يعمل هيك. انا برايي كرواتيا لانه صار عنده الخبره، يعني اليوم ما حدا يستهون بكرواتيا، طلع انت عم تحكي بفريق لعب فينال كاس عالم 2018، معظم اللاعبين الفريق اللي كانوا موجودين بوقتها هلا موجودين حاليا. ما بتخيل راح تكون سهله المهمه على اليابان يلعبوا كمان شوط ثاني هيك، فبتوقع كرواتيا فيها. المغرب واسبانيا هيدي المباراه المنتظره، يعني كتار كانوا عم بيقولوا انه هيدي اللي كتبت ليها بالاول انه اسبانيا خسرت قدام اليابان لتلعب ضد المغرب، ما حدا يستهون ابدا بالمنتخب المغربي، فمعقول كتير نشوف المنتخب المغربي عم يعمل فجأة بهالمباراه، مع العلم انه انا برجح كفه الاسبان، بس انا برايي معقول كثير المنتخب المغربي يعمل مفاجاه. المنتخب الاسباني ممكن يروح كمان بعيد بال، سمعت انت ثلاث منتخبات الاول، بس الحصان الاسود بالبطوله هو المنتخب الاسباني. المنتخب الاسباني هو الحصان الاسود، بس ما كثير بشوفه طاحشته. هلا السؤال الاخير، ما انا اعطيت جواب له بالحلقه على طريقه ليلى عبد اللطيف ميشيل هايك، مين بشوف الفايز بمونديال 2022؟ برازيل. هلا حبوني كثير جمهور البرازيل رح يزعل مني مشجعي الفرنساوي، انا شايفه برازيل. هلا هو بس منشان اللي عم بيحضر، لانه كمان عم يفكروك برازيل يقول متحيز. لا انا مشجع الماني، بس انا عبالكم انا البرازيل عم تلعب اجمل نسخه من كاس العالم من بتصور من 2004 لهلا، اجمل نسخه. منتخب راكب، عندهم دكه بطلاء واسعه، عندهم تشكيله كثير كبيره، ومنتخب ثابت فنيا يعني مع كل الطلعات والنزات بلا نيمار عم بيلعبوا افضل بكثير مع نيمار. هلا كمان رح يرجع يغضب علي جمهور البرازيل، بس انا صراحه معجب بالاداء البرازيلي، معجب باداء المنتخب البرازيلي، قياده حكيمه عم تكون على ارض الملعب، عارفين يسيطروا على اجواء اللقاء، واهم شيء مارون عارفين شو بدهم اللقب السادس باختصار.